أنواعها اليوم، أنواع مختلفة، الحرقة التقليدية عن طريق قوارب الموت هذه، وإلا أنواع جديدة بتحرقة من بعض الجهات في تونس قاعدة تتوجه عن طريق صربيا وغيرها من الطرق اللي الهدف منها هدف واحد وهو الخروج من تونس. بعض المنظمات كما الرابطة التونسية طبعا للدفاع عن حقوق الإنسان اللي ديما حاضرة في المواعيد هذه تطالب بالتدخل العاجل وإيجاد حلول للموضوع هذا. معنا بسام تريفي نائب رئيس الرابطة الوطنية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. صباح النور بسام، أهلا وسهلا. تحية لك ولكل مستمعيك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، مرحبا بك بسام. طبعا ماذا بينا كان ناخذ تعليقك الأول على التطورات اللي قاعدة تصير في موضوع الهجرة وفي موضوع الحارقين وفي موضوع التوانسة اللي قاعدين نفقدوا فيهم يوميا تقريبا، والموجة الكبيرة هذه اللي قاعدة عمال تزيد وكل يوم أعداد جديدة وضحايا جدد في قوارب الموت. ولا هو موضوع مهوش جديد، معناه كل مرة يسحق الشأن العام التونسي أو المتابع للشأن العام ب معناه أنباء عن وفيات أو ناس مفقودين في عرض البحر بعد أن ألقوا بأنفسهم في قوارب الموت كما نسميها. معناها الموضوع من 2011 معناه اتصلت عليه الأرواح وفما ناس مفقودين، فما عائلات المفقودين زادا نحن زادا ديما يجيونا للرابطة، اللي فما أمهات معناها وأولياء يجيونا اللي تو ما يعرفوش على أولادهم وين، فما شكون يقول لهم راهو في إيطاليا محجوزين، فما شكون يقول لهم راهو توفاو. معناها الموضوع يمس التوانسة بشكل مباشر ويكاد يكون بشكل يومي، لأنه بالصيف كما تعرف تحسن الأحوال الجوية وتكثر عمليات الهجرة الغير النظامية عن طريق البحر عن طريق قوارب الموت، وكل مرة يسحق المجتمع التونسي بأنباء على الوفيات. وصلنا معناه نحكيه على عائلات واللي تتغادر التراب التونسي في رحلة محفوفة بالمخاطر، ناس تهز معها في صغارها، نشوفوا في نساء حوامل، نشوفوا في رضع إلى آخره. البارح معناها ولو البارح معناها أستاذة وصلنا للطبقة المتوسطة معناها واللي تحاول تخرج من تونس، يهز واحد يخاطر بصغير ومعاه في عرض البحر. معناها راهو يلزم اليوم بالحق، معناها في أكثر من أي وقت مضى اليوم نشوفوا الأسباب الاقتصادية والاجتماعية اللي تخلي معناها ناس تركب المخاطر هذية وما تعرفش على روحها باش توصل ولا باش تبقى على قيد الحياة ولا حتى اللي باش يوصل غادي ما عرفش شنو ما فما بالضبط. معناها اليوم الجمعيات في كل مرة تحمل الدولة التونسية وكيف الاتحاد الأوروبي، هو الاتحاد الأوروبي هو المسؤول في إطار الدفاع لحق التنقل لكل مواطن ومواطنة في العالم، هذا حق أساسي مكفول بالمعاهدات والمواثيق الدولية. هما يجيونا ما غير معناها ونحن كمنظمات عنا الجرأة باش نقولوه للمواطنين نتاع أوروبا والبلدان القوى العظمى الأخرى الكل جينا بدون تأشيرات والسلع نتاعهم معناها يغرقوا أسواقنا بالسلع نتاعهم معناها في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. إذا فما حرية نقل البضائع فأنه يجب أن يكون هناك حرية تنقل الأشخاص. إذا فما أشخاص يمشيوا معناها من الجهة الأخرى يمشيوا لتونس بدون الحصول على تأشيرة، راهو من حق التونسي زاد كيف يكون على نفس الدرجة من الإنسانية يتعامل بكرامة ويمشي يعيش في أي منطقة من مناطق العالم بدون قيود. هذا معناها كل مرة يتقال للدولة الاتحاد الأوروبي، اللي الاتحاد الأوروبي يحب يعمل تونس اليوم حارس على حدوده البحرية، ومعناها مش ممكن هذا أنه تونس تكون معناها حاجز بين أوروبا وأفريقيا والعالم الثالث بين الفرين الدول النامية. اليوم معناها وجب التفكير، الدولة يلزمها تفتح هذا الملف تشوف الأسباب الاقتصادية والاجتماعية اللي تخلي التونسي يغادر وتحاول أنها تعالج هذه معناها الظاهرة التي أصبحت الظاهرة المميتة الظاهرة القاتلة. أنا معها الناس كل تعيش وين تحب تعيش،
في أي رقعة من العالم، في أي بلاد يحب يعيش فيها. التغيرات اللي قاعدة تصير بسام يعني في الظاهرة هذه، هي الظاهرة في حد ذاتها ماهيش جديدة طبعا، ظاهرة الهجرة، ولكن التغيرات اللي قاعدة تصير من ناحية الكم والكيف، يعني حتى خلينا نقولوا لي بروفيل متاع الناس اللي قاعدة اليوم تاخذ الريسك وتمشي بطريقة غير نظامية اليوم، الأعمار، الفئات، الجنس غيرها، هل هذا عنده دلالات اليوم انه راهو الوضع في تونس قاعد يتفاقم؟ هل شنو نقراو من هالتغيرات اللي قاعده تصير في مستوى نوعيه والا الكم والكيف متاع الناس اللي قاعده تهاجر؟ شوف انا اللي بكري قلت لك وصلنا للطبقه المتوسطه، معناها استاذه راهي تقرب، معناها اللي نورمالمون معناها طبقه متوسطه اللي كانت في وقت من الاوقات طبقه تعيش في رفاهيه وطمانينه وعندها حقق نوع من الامن الاقتصادي والامان الاقتصادي والامان الاجتماعي. معناها اليوم اذا وصلنا، كنا قبل نحكيو على الشباب العاطل على العمل، بالضبط، الشباب اللي انسدت الافاق، الشباب اللي ما قراش، الشباب اللي غادر مقاعد الدراسه، اللي وصل لعمر معين ويشوف في الناس اللي في عمره الاكبر منه شويه مشاو لاوروبا. لو نحكيو عام 90، عام 2000، هذوما اللي نحكيو عليهم، معناها اللي وصلوا لاوروبا ويجي ويروحوا هكا كلي ما يسوري الحال. توا نقلنا، معناها وصلنا لشباب قاري، معناه شباب متعلم، شباب مثقف، وصلنا الموظفين، وصلنا الناس تخدم اليوم، يعني وصلنا العائلات، معناها راهو كذا واحد يهز صغيره معاه بين يديه، معناه يحمله ويخرج به، راهو افهم اللي الافق انسد، معناها خاطر خذا درجه نتاع مخاطره اللي معناها تفهم اللي ما عاد فما حد شيء يخليه يعيش في تونس، معناها حتى شيء يربطه بتونس. معناها اذا انت تهز كبتك، تهز ولدك ولا بنتك وتدخل بيها عرض البحر، معناها وتنجم تموت في اي لحظه، اعرف اللي راهو اللي دفعك باش تغادر التراب التونسي بهذه الطريقه المحفوفه بالمخاطر، راهو حاجه كبيره ياسر وحاجه مخطره ياسر. فما زيد ما نعرفش اذا كان انتم في الرابطه بسام قاعدين تتابعوا في الطريقه الجديده هذه، ما نعرفش جديده برشا والا لا نتاع الحرقه، ولكن اللي نحكيوا عليها برشا المده هذه هي الحرقه عن طريق تركيا ثم صربيا ثم بلغراد في المجر وصولا الى النمسا ومن بعد الى اوروبا الغربيه، واللي تتكلف بين 20 و 30 الف دينار للفرد الواحد. ولليوم طبقه اخرى من التوانسه قاعدين يختاروا انهم يهاجروا بالطريقه هذه، برشا حديث على برشا يعني ناس قاعدة اليوم بالطريقة هذه. كيفاش قراءتكم لهالطريقة الجديدة متاع الحرقة، فئات جديدة ومكلفة بين 20 و 30 ألف دينار للفرد الواحد، ظهر لي زادة ماهيش شوي. شوف ماهيش جديدة، هي مقبلة ما أنا نتفاجئ بالسوق، معناها نتاع طريقة مغادرة التراب التونسي على البر، معناها هي أضمن، معناها أما تاخذ برشا وقت وينجموا في كل بلاد يرجعوك، معناها نعرفوها الحكاية، معناها فما عباد تسافر على أوروبا الشرقية في اللي بعيد أوروبا ليست اللي بيش تيزاو يبدأ يتنقل بشوية بشوية عبر وسائل النقل ومشي على الأقدام. هذا كيف راهي بلاصة معناها محفوفة بالمخاطر، فما شكون في الغابات معناها يجتاز الحدود، يبدأ الطقس بارد، يتعرض حتى معناها فما حيوانات مفترسة، معناها ديوبا ونسيدو سويت، معناها في على الحدود وفي دونك ميش جديدة، فما طرق برشا، معناها فما ناس حتى تشري أوراق، فما ناس حتى 50 و60 و100 مليون يمشي يشري أوراق سواديزون اللي هو يشري كونتراتو نتاع خدمة غادي فيكتيف باش يوصل غادي يخدم. فما معناها ناس متخصصة، وحتى فما شكون أصلا متحايلين، معناها يتحايلوا على العباد يبيعوا لهم تأشيرات ما نعرفش لأنهي بلدان. راهو وليت فما طرق كبيرة وملتوية ومتعب. ولكن اللي يحرق بسام وهو عنده 30 مليون و40 مليون و50 مليون هنا، هل ماهوش الدافع نتاعو فقط ظهر لي مادي، والا الهدف نتاعو فقط انه يدبر خدمه؟ ظهر لي ولينا نحكيو على دوافع اخرى ممكن. والله نشوف هو راهو ما نعرفش، انا ما نجمش نتحط ولا نحكي باسم الانسان اللي عنده 30 و40 مليون بشهر، اما بالحق معناها تفقد الامل في تونس، معناها عند في بعض الناس معناها وشريحه كبيره من المواطنين والشباب تفقد الامل. اليوم تشوف موظفين ساميين، تشوف عائلات ما معناها
متوسطة الدخل حتى دخلها مرتفع، معناها حتى للناس اللي عندها فلوس، العائلات المتيسرة يقول لك ما عادش نجم نعيش فيها تونس، معناها حتى اللي مستقبله مضمون يقول لك اليوم نخمم على مستقبل صغاري. ناس وليت معناها تسمع كان باش يمشي لكندا، باش يمشي لكندا، معناها وتشوف معناها الصف قدام قدام المكاتب اللي نتاع التأشيرات في كندا اللي تقبل الملفات. معناها ما عادش نحكيو على ناس معوزة هو محدودي الدخل، وليت عائلات متوسطة وعائلات ميسورة الحال، معناها تغادر يقول لك تونس حتى أنا عندي الإمكانيات لكن ما عادش نجم نعيش فيها، انعدام الأمن الغذائي الاقتصادي الأمن بصفة عامة، معناها هذا هو يدفع ناس إلى أنها تغادر بكل الوسائل. معناها الرابطة اليوم شنو دعوتها وإلا شنو تشوف كحلول اليوم؟ ولا يشوف هو الرابطة مش من اليوم، معناها الهجرة غير نظامية هي دخول في مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، معناها غير الوصاية عند الاتحاد الأوروبي اعتباره أنه قوة اقتصادية عظمى ويعطي فينا في الإعانات وإلى آخره. اليوم وجب زوز أطراف هذوما يلقاو حل، معناها الهجرة غير نظامية ياسر، معناها ناس معناها خسارة أرواح بشرية قاعدة تموت. اليوم يلزم تونس تتعامل بالند للند مع الاتحاد الأوروبي في علاقة بموضوع الهجرة. اثنين، راهو الأمور معناها الأزمات راهي مترابطة، كي يقولوا أزمة سياسية وأزمة اقتصادية واجتماعية الكل مترابط، هذا الكل يخلي معناها التونسي الشاب يغادر. معناها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة اللي اليوم زاد كيف كيف، وانسداد الأفق معناها، وأزمة التشغيل، أزمة ارتفاع الأسعار، هذا الكل معناها يخلي أنه تونسي مش باش يتحل بمناسبة الحديث على الهجرة غير النظامية. هذا موضوع كبير، معناها الأزمة الاقتصادية اللي تعيش فيها تونس معناها سنين توا، فهمتني، اللي ماناش قاعدين نشوفه في أفق باش نخرجوا من عنق الزجاج. واضح، مشكور جدا بسام تريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على تدخلك معنا.